نرحب بكم أجمل ترحيب، أدباء وشعراء وإعلاميين ومتذوقي كلمة فردا فردا. نرحب أجمل ترحيب بالأخوة والأخوات المحاضرين والمحاضرات، فاتحين ذراعينا مهللين بكم وحاضنين لكل الإبداعات الأدبية والفكرية والعلمية لأبناء جاليتنا باعتبارها إرثاً ثقافياً نقدمه لأجيالنا اللاحقة نحو بناء ثقافي متين. فالمواهب والكفاءات تتواتر، وكلما رافقها التشجيع والرعاية تأتي بثمارها اليامعة إن على صعيد الحاضر أو المستقبل. بداية، نحيطكم علما بأن الهيئة الإدارية الجديدة التي تتولى الإشراف على عمل المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون وتنظم أمسيات المنتدى الثقافي في ديربورن قد تشكلت كالتالي: من السفير الدكتور علي عجمي رئيسا، الدكتور حسن بزي نائبا للرئيس، حنان شرارة أمينا للسر، رفعت المندوي أمينا للصندوق، وسام شرف الدين، علي السندي، كامل بزي، الدكتور هاني بواردي، والفنان التشكيلي عدنان شرارة أعضاء. مرحبا بعزيزتنا الفاضلة الدكتورة لبنى رحيم الجادري التي ستتحفنا هذه الليلة بمحاضرتها عن التكيف الاجتماعي في ظل المجتمعات الحديثة، وستكون فرصة لإثارة الأسئلة وتفضل المحاضرة بالإجابة عليها. الدكتورة لبنى الجادري من مواليد بغداد عام 1971، حاصلة على عدد من الشهادات: شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد، الماجستير من جامعة بغداد عن رسالتها في الطفولة المبكرة عام 1993، الدكتوراه من جامعة بغداد عن رسالتها في علم النفس الإدراكي عام 2006، درجة معاون بروفيسور من جامعة بغداد. لها عشرات البحوث والدراسات العلمية المنشورة، ألقت العديد من المحاضرات في عدد من جامعات ومؤسسات معنية في العراق وأمريكا وكندا، قدمت برنامجاً تلفزيونياً أسبوعياً بعنوان أطفال وأسرار، عضو في جمعية علماء النفس APA منذ عام 2008. رحبوا معي بالدكتورة لبنى الجادري، تفضلي.